العنف في الوسط المدرسي وصلته بمكونات المجتمع المدني هو موضوع الملتقى الذي نظمته إدارة المرحلة الابتدائية للمندوبية الجهوية للتربية بسوسة، حضور كبير لأبناء سلك التعليم، إضافة إلى مشاركة جمعيات ومنظمات مهتمة بتشريح هذه الظاهرة وإيجاد حلول تحمي أطفالنا وتعزز المنظومة التربوية ككل. فكر في إعداد ورقات عمل تنطلق من الجهات نحو المركز من أجل أن نعد مبادئ جديدة نربي عليها النشء وتكون منطلقا جديدا لإصلاح تربوي مرتقب. اليوم الملتقى هذا نتلقوا عليه مجموعة من الكفاءات دكاترة واجتماعيين إلى غير ذلك، وورشة علمية في الصباح والعشية وغدو الصباح فيها ورشة عمل يدرسوا فيها الوضع، يخرجوا بحلول وتوصيات تكون نعملوا بها لتفادي ظهر العنف. وفق مراوحة مستسلة بين نمطين من الصراعات، الصراعات البينية بين الذات والآخر. المشكل هو أن المدرسة التي كانت هي كانت مقدسة عند في المجتمع هي أيضا أصبحت مستهدفة، معناها من حيث من هذه الظاهرة، سرقات متعددة، هنالك بعض المدارس سرقت أكثر من 9 مرات وهي في وسط المدينة، كذلك هنالك عنف سياسي، هناك بعض الجمعيات تدخل وكأنها تريد أن تساعد المدرسة وهي تتسلل لأغراض سياسية، هنالك هذا العنف قابل عنف آخر داخلي بين مختلف المتدخلين في المجموعة في معناها في الأسرة التربوية. كلنا نجتمع اليوم لنحاول أن نبحث عن حلول عملية للتصدي لهذه الظاهرة. اجتماعات وورشات عمل بحضور مختصين في مجال التعليم وبعض مكونات المجتمع المدني ليتشكل بذلك بنك مقترحات آملين أن يساهم في التخلص من هذه الظاهرة التي أصبحت متفشية في الوسط المدرسي. يعني العنف في الوسط المدرسي موضوع ساعة بدأ يتفشى، بدأ يدخل المدارس الابتدائية، صيحة فزع كبيرة بدأت، معناها ثم أحصائيات يعني العدد قاعد يتزايد، العنف بجميع أشكاله، يعني ثم عنف تلميذ نحو تلميذ، تلميذ نحو إدارة نحو المدرسة، تلميذ نحو المعلم متاعه، معلم نحو تلميذ، ولي نحو المدرسة، ولي نحو معلم، ولي نحو تلميذ، يعني حتى مش ولده، يعني موضوع ولا كبير برشا. كانت جمعية هرقلة كان عندها شعار مستقبل بلادنا في صغارنا، انطلقنا عنا عامين انه كونا خذينا مجموعه من الشباب دوميتريزار بيان سور استاذه، جبنا لهم علم نفس، طب في العلم نفس في الاجتماع، كونناهم لانه التدخل مع الصغار لازم يكون تدخل مسؤول وعلى قواعد عاليه جدا باش تلقى النتيجه. هو ملتقى فرضه الوضع الحالي انه ظاهره العنف تفاقمت كثيرا في المدارس الابتدائيه، خاصه بما اني معلم في المدارس الابتدائيه، واصبحت ظاهره بأتم معنى الكلمه. جاء الملتقى هذا ليجمع كل من له صله بالمدرسه الابتدائيه من متفقدين، من علماء، من مختصين في علم النفس، حتى نتدارس اولا أسباب هذه الظاهرة ثم نعمل إن شاء الله معا على تحسين أو تحسيس للقضاء أو للحد منها. النظرة الإيجابية إلى هذه الظاهرة تجعلنا نتحدث عن ما يسمى بالتربية على السلام أو بالتربية على السلم. ربما اعتدنا مثل هذه الندوات التي تتحدث عن العنف في المعاهد والجامعات، لكن الأمر يصبح أخطر عندما يدخل مدرسنا الابتدائية، فالبراءة لا تتحمل العنف مهما كان مأتاه، فهل من حلول لتحصين أطفالنا من هذه الظاهرة؟ حمدي بن صالح، قناة المتوسط، سوسة.